الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم. من دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم لافتتاح هذا المنتدى الهام الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية مع جمعية البنوك في الأردن، وأغتنم هذه الفرصة لأنقل لكم تحيات معالي دكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي على لكم جميعا. المتحدثين الثلاثة اللي سبقوني في مثل بيحكي أفرغوا أشرعتي من الهواء ما ضلش إيش نحكي فيه. أنا حاب أركز على ثلاث نقاط وبعتقد إنها مهمة جدا وربما تكون أيضا واضحة وبسيطة. الموضوع هذا موضوع مهم جدا، بس ليش هو مهم؟ بعتقد فينا نفكر فيه على ثلاث مستويات، على المستوى الوطني، على مستوى المؤسسة، وعلى المستوى الشخصي. على المستوى الوطني، تمويل الإرهاب بيعني إنه على مستوانا كبلد إنه رح نكون عرضة لا سمح الله ولا قدر الله لعمليات إرهابية. هذه العمليات ممكن تضر أحدنا أو تضر أحد أفراد أسرته، ممكن تضر على المستوى الوطني النظرة التي ينظر لها المستثمر والسائح وغيره لأي بلد لا قدر الله يتعرض لعملية إرهابية. عندما نتحدث عن غسيل الأموال إضافة للجرائم التي يعززها أو تعززها ظاهرة غسيل الأموال سواء داخل البلد التي يتم فيه غسل الأموال، إذا كانت أصل الجريمة تمت داخل البلد أو خارج ذلك البلد، كمثلا المخدرات أو الاتجار بالبشر أو الاتجار بالآثار المسروقة، إضافة لذلك على المستوى الوطني المال الفاسد يفسد السياسيين ويفسد الاقتصاديين ويفسد كل من يدور في فلكه. في كثير من الأحيان كان بعض الناس بيقول ليش أنتم مشددين كثير في موضوع غسيل أموال وتمويل الإرهاب، خلي الفلوس تيجي، خليها تشتري أراضي، يشتروا عقار، يبنوا مصانع، يستثمروا في سوق عمان المالي. قناعتنا وليست قناعة شخصية مبنية على عاطفة ولكنها مبنية على تحليل واقعي، إنه هذا المال الضرر اللي بيلحق بالاقتصاد أكبر بكثير من الضرر من المنفعة التي يمكن أن تتأتى لأي دولة في العالم بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية. هذا على المستوى الكلي، وأعتقد الصورة واضحة جدا. على المستوى المؤسسي وخاصة المؤسسات المالية، هنالك ثلاث مخاطر رئيسية مرتبطة بموضوع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. على المستوى المؤسسي هنالك مخاطر قانونية، أن تتعرض المؤسسة لقضايا سواء داخل البلد أو خارج البلد مرتبطة بتهم قد توجه لها إلها علاقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. بغض النظر كانت هذه التهم محقة أو غير محقة، ولكن هذا خطر اليوم بتعرض له معظم المؤسسات المالية في العالم. الخطر الآخر الذي تواجه هذه المؤسسات اللي هو مخاطر العقوبات أو sanction risk، الأول legal risk، الثاني sanction risk، أن تتعرض هذه المؤسسات لعقوبات. واليوم مش فقط الولايات المتحدة الأمريكية بتفرض عقوبات ضخمة، أيضا كثير من دول العالم اقتدت بالتجربة الأمريكية فيما يتعلق بالعقوبات، ونجد أنه كثير من المؤسسات المالية حول العالم عم تتعرض لعقوبات نقدية، وأحياناً هذه العقوبات قد تكون بمئات الملايين أو بالمليارات، مما يؤثر بشكل كبير جداً على هذه المؤسسات. الجانب الثالث والمهم جداً والذي يؤثر على ليس فقط المؤسسة ذات العلاقة ولكن يؤثر على كامل البلد، والمثال اللي ذكره معالي العين، حتى على المستوى الشخصي نصبح متهمين إذا كانت بعض المؤسسات لديها ضعف في موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللي هو reputational risk، مخاطر السمعة. إذا تعرضت مؤسسة معينة لعقوبات أو تعرضت لمشاكل قانونية مرتبطة بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سمعتها ستتأثر، سمعة القطاع المالي الذي تعمل فيه ستتأثر، وقدرتها على التعامل مع المؤسسات المالية الدولية ستتأثر. الموضوع يمكن اللي أشار إليه الأخ وسام، الدي ريسكينج واللي إحنا عم نحكي عنه منذ سنوات،
طويلة واللي أثر بشكل كبير جدا على منطقتنا، وعرض بعض المؤسسات المالية ليس في الأردن ولكن ببعض الدول خارج المملكة لمخاطر كبيرة جدا فيما يتعلق بعلاقتها مع البنوك المراسلة حول العالم. هذا على المستوى المؤسسي. في عنا legal, reputational, sanction risk، وهدول الثلاث ليسوا مخاطر متدنية، هي مخاطر كبيرة جدا، وبعض المؤسسات في العالم اليوم لم تعد موجودة بسبب بعض هذه المخاطر. على المستوى الفردي أعتقد أنه النقطة بسيطة جدا، أعتقد من ناحية أخلاقية ومن ناحية دينية ليس من المقبول أن يتساهل أي شخص بموضوع تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال. الأول سيزهق أرواح، والثاني سيزهق أيضا أرواح بطريقة غير مباشرة. تسهيل غسيل أموال لتاجر مخدرات، أنت تساهم بصورة غير مباشرة في تمكينه من الاستمرار بعمله والإضرار بحياة عدد كبير من الناس. ضمن هذا الإطار الكلي على المستوى الوطني أو على المستوى المؤسسي أو على المستوى الفردي، السؤال اللي بيطرح نفسه إيش بإمكاننا نعمل؟ تحدث الزملاء سابقا عن المبادرات اللي قامت فيها المملكة الأردنية الهاشمية، ولن أعيدها، سواء على المستوى القانوني أو على المستوى المؤسسي، إنشاء الوحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التعليمات اللي صدرت عن البنك المركزي بهذا الشأن، الإجراءات الرقابية اللي بنقوم فيها سواء على المستوى القطاع المالي أو غير القطاع المالي. ولكن على مستوى مؤسساتنا المالية اليوم في العالم العربي، إحنا بحاجة أنه نغير بداية نظرتنا لموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من متطلب سلطة رقابية إلى خطر حقيقي يواجه المؤسسة ويجب عليها أن تعمل على حماية نفسها منه. يعني متطلبات السلطات الرقابية كثيرة، منها مثلاً بعد تقارير للجهة الرقابية أحياناً ننظرها كل فيما منها فائدة، ربما على المستوى المؤسسي نعم، ولكن على المستوى الوطني هي مفيدة لصنع السياسة المالية أو النقدية أو ما شابه. أما فيما يتعلق بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فالحماية بالدرجة الرئيسية هي لمؤسستك، هو نشاط لن يدر دخلا ولكنه سيحول دون تعرض المؤسسة لمخاطر وخسائر كبيرة جدا، للمخاطر الثلاثة اللي ذكرتها، سواء reputational risk, sanction risk أو legal risk، ويجب أن ينظر له بهذه الصورة. وهذه النظرة يجب أن تكون على أعلى مستوى ضمن المؤسسة، بداية من مجلس الإدارة ومن ثم الإدارة التنفيذية، ويجب أن تترجم هذه النظرة إلى إجراءات على أرض الواقع، تتضمن أن يكون هنالك إدارات قوية للامتثال داخل المؤسسات، وأن يتوفر لهذه الإدارات الموارد البشرية المؤهلة، وأن يتوفر لها أيضا الموارد الفنية والتقنية اللازمة حتى تتمكن من القيام بعملها. لذلك يمكن بعض الزملاء اللي بيعملوا بالقطاع المصرفي بيعرفوا أنه جزء من سياستنا داخل البنك المركزي خلال السنوات السابقة كانت الالتقاء المباشر مع مدراء الامتثال داخل المؤسسات المالية، ليس فقط للوقوف على معرفتهم وقدرتهم، ولكن أيضا للتأكد أن المؤسسة توفر لهم الموارد البشرية والتقنية اللازمة للقيام بأعمالهم بصورة مناسبة. وضمن التعديل أو الإصلاح الكبير في مجال الحوكمة اللي قاده البنك المركزي خلال السنوات الماضية، كان هنالك توجه واضح لحماية كل الكنترول فانكشن في المؤسسات المالية بما فيها مدراء الامتثال، لأنه في بعض الأحيان الإدارة ممكن تكون مهتمة بشكل كبير جدا بالبزنس والأرباح، ومدير الامتثال مدرك بصورة أكبر للمخاطر المرتبطة. اليوم تعيينه بحاجة لموافقة البنك المركزي، واستقالته أيضا أو إنهاء خدماته بحاجة لموافقة البنك المركزي، ومن قبل ذلك موافقة لجنة الامتثال ضمن مجلس الإدارة، حتى نوفر الحماية اللازمة لهذه الوظيفة المهمة على مستوى الجهاز المصرفي. آخر نقطة بحب أحكي عنها اليوم وتم التطرق لها وسيتم التطرق لها بصورة أكثر تفصيلا خلال المؤتمر اللي أعدت مواضيعه بعناية، موضوع التكنولوجيا. التكنولوجيا تمثل تحدي وتمثل أيضا في نفس الوقت فرصة. تحدي، أعتقد أنه للسنوات خاصة في السنوات الأخيرة في حديث كبير جدا عن الفنتك،
في حديث كبير جدا عن استخدام التكنولوجيا. اليوم احنا كمستخدمين للخدمات المالية كلنا بنفضل ان لا نلجأ للوصول الى البنك او لاي مؤسسة مالية للحصول على الخدمات المالية، ولكن نفضل ان نحصل على هذه الخدمات اما على الهاتف النقال او من خلال الانترنت، بمعنى انه التواصل البشري المباشر سيقل تدريجيا، وهذا اعتقد ترند راح يستمر خلال الفترة القادمة وربما بصورة متسارعة وبشكل كبير جدا. هذا بيمثل بالنهاية تحدي كبير، لأنه سيعزز من فرص سوء استخدام الخدمات المالية الإلكترونية لأغراض جرمية، سواء كانت غسيل أموال أو تمويل إرهاب أو احتيال. كل هذه المخاطر موجودة. الفرصة التي تمثلها التكنولوجيا أنها ستساعدنا بشكل كبير، خاصة مع التقدم الكبير جدا بالارتفيشال انتليجنس، بالبيج ديتا، بأنه نتمكن من تحليل أي ظواهر معينة غير طبيعية، وبالتالي يكون ملاحظتنا وتدقيقنا واهتمامنا مرتبط بالظواهر التي تمثل ظواهر غير طبيعية. بدل ما يتشتت جهودنا على عدد واسع من الحركات المالية، سنستطيع أن نركز على الحركات التي يثبت أنها تمثل مخاطر كبيرة بالنسبة لنا. البيج ديتا مش فقط بتساعدنا أنه نحلل هذه المعلومات الخاصة فينا، ولكن أيضا الحصول على معلومات خارجية كبيرة جدا ممكن تساعدنا كمؤسسات أنه نقوم بالرقابة بصورة فعالة، ورح تساعدنا أيضا بمبدأ اليوم للأسف عم بتطبق بشكل كبير جدا، ربما الناس القريبين على بعض القضايا اللي بتتم بالقطاع المالي عالميا بينظروا لها. ما عاد اليوم التقييم لأخطاء المؤسسات المالية مبني على أنه في حد على القوائم قمت بتقديم خدمات مالية له، ولكن إذا في كانت أخبار سلبية عن جهة مالية أو عن أشخاص وتعاملت معهم، اليوم المبدأ بيحكي should have known، لأنه في معلومات خارجية كثيرة بتحكي أنه فلان في شبهة أنه مرتبط بجهة مصنف على أنها إرهابية، أو أنه هذا الشخص بمارس نشاط غير قانوني يعتبر مصدر مهم من مصادر دخله. هذه المعلومات الموجودة اليوم خارج نطاق المؤسسة المالية نحن بحاجة أن تكون موجودة بين أيدينا حينما نبدأ أي تعامل أو حينما نستمر في التعامل مع أي شخص آخر. لا أود أن أطيل عليكم، ربما أكون قد أطلت. بتمنى أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر ناجح، وأن نستفيد جميعا من تبادل الخبرات والمعارف بهذا المجال، وبتمنى لضيوف الأردن إقامة طيبة في بلدهم الأردن وعودة سالمة إلى أوطانهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.